محمد وهب الله وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب أكد أن مشروع القانون الجديد للعمل سيحافظ على حقوق العمال ويمنع فصلهم فصلا تعسفيا، وذلك كما كان يحدث سابقا وفقا لقانون العمل الحالي رقم 12 لسنة 2003. وهب الله أضاف أن أهم مميزات مشروع القانون هو أنه لا يعترف باستقالة العامل إلا إذا كانت مكتوبة وموقعة منه أو من وكيله، ولا تنتهي مدة خدمة العامل إلا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة، وعلى العامل أن يستمر في العمل إلى أن تنظر جهة عمله في الاستقالة خلال 10 أيام من تاريخ تقديمها، وإلا اعتبرت مقبولة بفوات هذه المدة. عضو لجنة القوى العاملة النائب صلاح عيسى بينضم لنا على التليفون. سيادة النائب برحب بيك. أهلا بيك يا شمبير، وكل سنة وحضرتك طيب والشعب المصري طيب بخير. وحضرتك بالصحة والسلامة. عايز أتكلم معاك بتفاصيل أكتر عن مشروع قانون العمل الجديد. والله يا فندم إحنا محتاجين لهذا القانون من زمان يا فندم. ومحتاجين لتعديل القانون 12 من زمان كثيرة. لأن سيادتك كما تعلم إن كان هناك في ظلم وإيقاف للعامل على الأقل في القطاع الخاص. يعني كان العامل بيخش يا فندم يمضي عقد تشغيل ويمضي معاه في نفس الوقت عقد اسف للاستقاله، فقانون العمل هيمنع ذلك، هيمنع ذلك. وزي ما ذكرت حضرتك والزميل الفاضل الاستاذ نائب والله وذكر ان الاستقاله لا تعتمد الا اذا وقعها العامل شخصيا او وكيلا عنه. في هذه الحاله حضرتك هيبقى ده اسمه قانون عمل موحد، فهيبقى كله توحيد لكل العاملين في مصر ابتداء من العامل الخدمات الى رئيس مجلس اداره، هيبقى كله قانون واحد بينظم العمل لكل الوظائف وكل العاملين في الدوله او في على مستوى مصر. تمام؟ فحضرتك احنا مطلوبين، وعندما يعرض على اللجنه لجنه القوى العامله الموقره والساده النواب المحترمين سيناقش هذا القانون بجديه وبعلم واقتدار، واذا وجدنا فيه يا فندم اذا وجدنا فيه في اي ماده غير صالحه للعمال او ليس لصالح العمال سيتم تعديل هذه المواد لصالح العمل والعمال. طيب ابرز الاختلافات اللي حضراتكم هتركزوا عليها ما بين القانون القديم والقانون المستهدف. شريف بي حضرتك اعلامي عظيم ومحترم جدا وفاضل، ولكن لم يطرح هذا القانون على اللجنه حتى الان ولا في دماغكم افكار. لا انا بتكلم على حضراتكم مش بتكلم على الحكومه. لا دماغنا افكار، بس هذه الافكار لابد ان تعرض اثناء مناقشه وعرض القانون على اللجنه الموقره. انما يعني اي فكره النهارده، طب ما نفرض ان انا طرحت فكره النهارده ولقيته مخالف تماما للماده، انا شكلي ايه؟ انما انا فكري ورايي سيحدد ويطرح داخل اللجنه عندما تطرح الماده وتعرض على اللجنه الموقره، والماده في ساعتها احنا بنناقش ماده. تمام. كل من السؤال يبدو تلو وبيقول رايه بحريه ولا تدخل في حد، وكله رايه، وفي النهايه بناخد الراي الصواب وبيتم التصويت عليه في اللجنه وبيتم الموافقه عليه بعد التصويت من الساده الاعضاء المحترمين. بشكرك شكرا جزيلا سياده النائب صلاح عيسى وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب. قانون العمل الجديد هيحافظ على حقوق العمال ويمنع الفصل التعسفي، بس لسه القانون ما وصلش للجنة، يعني هذا هو المستهدف أو هو ده الطموح.